تبدو المحافظات الجنوبية اليوم في وضع الأسير لدى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، على الرغم من توقيع اتفاق الرياض مع الحكومة الشرعية برعاية سعودية. التصعيد العسكري في أبين والتعيينات الجديدة فضلاً عن الاستحواذ على المؤسسات الإعلامية من قبل المجلس الانتقالي وعودة التصفيات والاغتيالات العاصمة المؤقتة عدن، جميعها يدل وبمؤشر واضح على فشل اتفاق الرياض. يمضي الانتقالي مستقوياً بالسلاح الإماراتي، فيما لم تقدم السعودية أي صورة تليق بموقعها وبموقفها من القضية اليمنية. هل فشلت سياسة السعودية في التعامل مع الملف اليمني؟ بما يسعى المجلس الانتقالي لتشويه محافظة عدن بكل الطرق الممكنة؟ وكيف استطاعت شبوة أن تحقق استقراراً نسبياً دوناً عن غيرها من المحافظات الجنوبية؟ أهلاً بكم. صدامات على الأرض وسباق استحواذ وتراشق بيانات، هكذا يبدو المشهد جنوباً بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، إذ يمضي الانتقالي المدعوم إماراتياً لفرض أجندته على الأرض بقوة السلاح، وهو ما يتعارض كلياً مع اتفاق الرياض ومشاركته في الحكومة. منذ مغادرة الحكومة العاصمة المؤقتة عدن، خاض الانتقالي سباق الاستحواذ على معظم المؤسسات الحكومية، وذهب لتعيين عدد من عناصره بمناصب في وزارات الدفاع والداخلية والإعلام وغيرها. أبين وتحديداً مديرية لودر ساحة مواجهة عسكرية بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً وبين قوات الشرعية. يقول متابعون إن الانتقالي دفع بتعزيزات عسكرية إلى المحافظة بعد خسارته مديرية لودر التي سيطرت عليها قوات الشرعية. هذا التصعيد دفع بالخارجية السعودية لإصدار بيان أشارت فيه إلى أن التصعيد وما تلته من قرارات تعيين سياسية وعسكرية من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي لا تنسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين. الحكومة الشرعية في وقت سابق كانت قد أصدرت بياناً طالبت فيه الانتقالي بإيقاف التجاوزات التي تطال مؤسسات الدولة والتوقف عن تأزيم الأوضاع واختلاق الأزمات ومحاولة فرض الأمر الواقع من خلال التحشيد العسكري. معركة تبدو أبعد ما تكون عن حسابات الربح والخسارة، إذ يخوض فيها الجميع حرباً تأخذهم بعيداً عن معركة استعادة الدولة بعد أن تحول الصراع إلى مناطق خارج سيطرة ميليشيا الحوثي، فيما يستثمر الانتقالي الوقت لترتيب قواعده. تبدو الشرعية بلا حيلة بانتظار ما الذي ستفعله السعودية راعية الاتفاق. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو الأستاذ شفيع العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وسينضم أيضا معنا عبر الهاتف الدكتور علي العبسي الباحث في العلاقات الدولية. فأهلا بكم وبضيوفي جميعا، مرحبا بك أستاذ شفيع. مرحبا وسهلا بك عزيزتي وبمشاهدي قناة بلقيس. أهلا بك أستاذ شفيع. بداية لو حاولنا أن نفهم الخطوات التي يقوم بها المجلس الانتقالي، كيف يمكن تفسيرها؟ ربما كان آخرها التهديد بالانسحاب من اتفاق الرياض. منذ تأسيس المجلس الانتقالي بالتأكيد الكل يعلم أنه جاء لتحقيق أو لخدمة أهداف لا تتماشى مع المشروع الوطني ولا تتماشى أيضا مع أهداف التحالف العربي. يعني الهدف الأساسي من إنشاء المجلس الانتقالي الجنوبي من قبل الإمارات العربية المتحدة على اعتبار أنها الداعم والممول، وهي أيضا المتحكم في اتجاهات وأهداف المجلس الانتقالي، فهو يسعى إلى لخدمة هذه الأهداف. فمنذ النشأة حتى اللحظة لا تختلف السلوكيات، وهي في مرحلة تصعيد. كلما أردنا أن نذهب إلى مرحلة من الاستقرار حاول أن يخلق حالة من التصعيد أو الفوضى. يعني ما الذي يريده؟ هو يتبنى المشروع استعادة دولة الجنوب، ويحاول دغدغة مشاعر الناس بهذا الهدف. استقل حالة الفراغ التي تركت ما بعد 2015 على الساحة الجنوبية من خلال استهداف كوادر المقاومة الجنوبية، وأيضا منهم من تم اغتياله، منهم من خارج المشهد السياسي خوفا على حياته، أيضا خارج المدينة عدن، خارج الجنوب كله. يعني فهو استقل حالة الفراغ هذه وتبنى مشروع القضية الجنوبية، بينما هو يهدف إلى خدمة أشخاص أو أجندات لا علاقة لها لا بمشروع الجنوب ولا علاقة لها أيضا بالمشروع الوطني. هو يهدف إلى إيجاد حالة من الفوضى
مستقلا حالة الدعم التي حصل عليها من قبل الإمارات العربية المتحدة تسليحا وتمويلا وإلى آخره. بالتأكيد مع كل حالة تصعيد يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي نرى قياداتها تأتي من خارج من خارج الوطن، ومجرد وصولها يتحقق حالة من التصعيد. هناك من يرى بأن التهديد بالانسحاب من اتفاق الرياض يعني أن المجلس الانتقالي ربما أخذ الضوء الأخضر من الإمارات، خاصة بعد تداول الأحاديث أن العلاقة بين السعودية والإمارات قد ساءت. إذا ما نظرنا إلى أي ميليشيات، أي تكوينات خارج جهاز الدولة وحاولت تتمرد على الدولة ثم وجدت تعاطف من الدولة أو وصول إلى اتفاق ما، تحاول أنها ترفع سقف أهدافها. لنا تجربة أيضا مع ميليشيات الحوثي، مؤتمر الحوار الوطني، وقبلها اتفاقية الدوحة، ثم تحاول أنها تحقق مزيدا من الأهداف وصولا إلى اتفاق السلم والشراكة. على نفس الخطى يصير المجلس الانتقالي منذ تأسيسه. جاء اتفاق الرياض بعد انقلاب عدن في محاولة لاستيعاب هذه الأجهزة في إطار الدولة اليمنية. أنا أؤمن شخصيا وكثير غيري كثير من نشطاء الحراك الجنوبي وأيضا من الجنوبيين أن القضية الجنوبية لا يمكن أن تحل خارج الأزمة اليمنية. حتى كثير من قيادات ما يسمى بالمجلس الانتقالي عندما نلتقي بهم أو نتواصل معهم وتجمعنا بهم لقاءات ما بهم أو بغيرهم ممن يؤمنون بأهداف هذا المجلس، نجدهم يؤمنون بالمحصلة النهائية بأنه لا يمكن حل القضية الجنوبية بمعزل عن القضية اليمنية. إذا لماذا نحاول أن نضع هذه المعيقات؟ لدينا اليوم هدف أساسي ولدينا عدو واضح يتمثل في ضرورة استعادة الدولة وإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الإنقلاب الحوثية التي لا تمثل تهديد على مساحة جغرافية معينة من اليمن، بل لأن أهدافها تتعدى الجغرافيا اليمنية. إذا السؤال اليوم المطروح على طاولة أنصار المجلس الانتقالي، لماذا كل هذا؟ هل تعتقدوا أنكم منذ تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نقيسها بلغة السياسة، منذ تأسيس المجلس الانتقالي الجنوبي حتى اللحظة، ما الذي تحقق من مكاسب للقضية الجنوبية؟ في تقدير الشخصي أكبر مكسب تحقق القضية الجنوبية وإيصالها إلى المصاف الدولي هو مؤتمر الحوار الوطني الذي اعترف بالقضية الجنوبية وسعى إلى إعادة صياغة شكل الدولة اليمنية والانتقال من الدولة المركزية إلى الدولة الفيدرالية. إذن هذه مكاسب على الجنوبيين أن يحافظوا عليها. ما يحدث اليوم هو محاولة للحرف مسار القضية الجنوبية باتجاه تحقيق مكاسب شخصية. أناشد من هنا من هذه المنصة أبناء الجنوب بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم أن يعيدوا النظر فيما يتعلق بالمجلس الانتقالي الجنوبي منذ نشأته وأهدافه وطبيعة تكويناته. هو لا يسعى إلى استعادة دولة الجنوب ولا يسعى لخدمة القضية الجنوبية بقدر ما يسعى إلى إحداث حالة من الفوضى. يريد أن ندخل في أتون فوضى، إفراغ القضية الجنوبية من مضامينها، إفراغ القضية الجنوبية من الكوادر الأساسية التي تبنت مشروع القضية الجنوبية من اللحظات الأولى. أين هم اليوم؟ مثل هذه الأسئلة علينا أن نطرحها. ما الذي تحقق لنا أيضا سياسيا واقتصاديا وأمنيا وإلى آخره؟ لا نوهم أنفسنا اليوم بأن التشكيلات العسكرية والأمنية الموجودة اليوم تحت مسميات الأحزمة والنخب إنها جيش الجنوب كما يراد البعض إن يسخرها، هي بالتالي تتحرك بأمر وتوجيهات من الضابط الإماراتي الذي يقبع في بئر أحمد أو في بلحاف سابقا مثلا لما كانت النخبة في شبوة، وكذلك ما يتعلق بالنخبة الحضرمية. إذن هذه الأجهزة الأمنية لا تملك قرارها ولا تملك يعني أيضا فيما يتعلق بالتمويل. من يملك المال هو الذي يملك القرار، وهذه قاعدة لا يختلف عليها اثنان. طيب أستاذ شفي، يعني في كل مرحلة يتم الحديث فيها عن اتفاق الرياض يبدي الطرفان بأنهم ملتزمين بالاتفاق وبأنهم ساعون لتنفيذ جميع الملحقات، وفجأة يظهر الخلل مع وجود اتهامات متبادلة من الطرفين بأنها هي المعرقل. إلى الآن الانتقالي لا يعترف أبدا بأنه من يعرقل اتفاق الرياض. في ظل هذا الأخذ والرد، كيف يمكن الوصول إلى يعني تنفيذ هذا الاتفاق؟ من يتحمل الانتكاسات المتلاحقة لاتفاق الرياض حتى اللحظة هو الراعي، المملكة العربية السعودية. لدينا الحكومة الشرعية التزمت بجزء كبير من الالتزامات اللي موجودة، وقبلت الحكومة الشرعية أنها تتعاطى مع الشق العسكري وتنفيذ الشق العسكري قبل تنفيذ الشق الأمني. عادت الحكومة إلى الداخل تحت حماية هذه الميليشيات، انقلبوا على هذه الحكومة وضايقوا كثير من الوزراء، بل وصلوا يحاصروا منزل وزير الداخلية، أيضا اعتدوا على مقر وزارة التربية وغيرها من الوزارات، مما أدى إلى أن الوزراء لا يذهبون إلى مقر أعمالهم. كل هذه الإشكاليات السلطة الأمر الواقع داخل عدن، سلطة الأمر الواقع الأجهزة الأمنية والعسكرية هي تابعة للانتقالي. لم يتم
أي حل حللها. أيضا ذهبت السلطة الشرعية بتعيين محافظ لمحافظة عدن ومدير أمن محسوبين على المجلس الانتقالي أو بالتأكيد مرشحي المجلس الانتقالي. إذا الحكومة الشرعية قدمت كل التنازلات فيما يتعلق بتنفيذ الشق السياسي قبل الشق العسكري على المملكة العربية السعودية بصفتها الراعي، وهي التي أتت باتفاق الرياض أن تتحمل مسؤولياتها التاريخ اليوم في يعني إعلان ومصارحة الشعب اليمني. من هو المعطل؟ بالتأكيد الناس كلهم يعرفون من هو المعطل، لكن لابد من موقف سياسي، موقف معلن. بالحديث عن موقف الراعي، كيف تقيم البيان الذي أصدر في بداية الشهر من السعودية؟ والله كثيرة هي البيانات التي صدرت من المملكة العربية السعودية منذ الانقلاب على الحكومة الشرعية داخل عدن، وكل بيان كل طرف يفسره أنه لمصلحته، لكن هي مجرد بيانات لا تسمن ولا تغني من جوع. بين أنا في تقدير الشخصي بعض هذه البيانات ربما يكون مجرد مظلة أو حماية لما يتم داخل من ترتيبات على على على, على, على الأرض. إذن اليوم المعركة الأساسية لليمنيين هي معركة استعادة الدولة، وفي حالة الفشل مشروع الدولة لن يتضرر اليمن فقط، المملكة العربية السعودية سيصابها الكثير سيصيبها الكثير من الضرر إذا ما انهارت ما تبقى من الدولة اليمنية وتحولت إلى حالة من الفوضى والملشنة في ربوع المناطق اليمنية بشكل عام. نعم، هذه الفصائل أستاذ شفيع هي تدعي أنها تمثل الجنوب وتقول أيضا أن هناك نعم أصوات أخرى، ولكن الجميع يصب في نفس المصلحة مع تغييب كل صوت يخالف لصوتها. برأيك من تمثل هذه الفصائل؟ الجنوب متعدد ومتنوع، ولا يستطيع أي طرف أن يدعي أنه يمثل الجنوب. هناك تيارات سياسية متباينة في الأفكار وفي الرؤى ووجهات نظر مختلفة فيما يتعلق بالحل القضية الجنوبية وفي مسارات مختلفة. ما يحدث هو ادعاء تفويض زائف بأنهم أتوا من خلال تفويض في شارع معين في مساحة معينة. لم يعني ما يحدث اليوم إذا كان يدعوا فعلا أنهم يمثلوا الجنوب وأنهم الرافعة السياسية للقضية الجنوبية، عليهم أن يتركوا مساحة من الحرية داخل عدن. اليوم تتعرض عدن لحالة من تكميم الأفواه، من القمع، لا نسمع إلا صوت واحد، حالة إرهاب غير مسبوقة. يعني أيضا معالم المدينة، الهوية المدينة، كل هذا بدأت تختفي لصالح مشاريع قروية، مشاريع ضيقة. عدن اليوم تغير كل شيء داخل عدن، داخل المدينة، كوادر المدينة مهمشة. إذن أين المشروع الذي يمثل الجنوب؟ أي مشروع يراد له أن يمثل الجنوب؟ لا تكون عدن في صدارة هذا المشروع، بالتأكيد لن يحمل الجنوب إلى بر الأمان، وإنما سيؤسس لحالة من الصراعات التي لها علاقة بماضي الجنوب. اليوم ما يحدث أننا نستدعي شيء من صراعاتنا في الماضي. نعم، هناك من يرى بأن أصلا الانتقالي يعني لديه الكثير من الإشكاليات المناطق بين فصائله، فهل ممكن يعني أن نقول بأن الرأي غير موحدة؟ ما الذي يحدث بالضبط يعني بينهم؟ هو شوفي، بتأكيد الميليشيات هي لا تبنى على هدف سياسي واحد، هي عن مجموعة مصالح متناقضة فيما بينها البين، وهذا ما رأيناه داخل عدن التي هي كما يدعون تحت قبضتهم العسكرية والأمنية، وما حدث مؤخرا داخل مدينة الشيخ عثمان. يعني إضافة إلى عودة الاغتيالات داخل المدينة، والاغتيالات للأسف الشديد أنها تستهدف فئة مجتمعية معينة وطيف سياسي واحد. هذا بالتأكيد هو له علاقة بمحاولة إفراغ ما تبقى من أصوات معارضة داخل المدينة. تخويف؟ هو جزء، غير أنه تخويف، أيضا محاولة لإفراغ المدينة من كل الأصوات المعارضة، لا يراد إلا صوت واحد، بل إن الآن عملية صراع داخل منظومة الميليشيات المجلس الانتقالي. إما أن تخرج وإما سيقضى عليك يعني. داخل ميليشيات المجلس الانتقالي اليوم حالة من الصراع، ربما أخذت بعد مناطقي داخل المجلس الانتقالي، وأنا شخصيا لا أحبذ لغة المناطقية أو أن نتعاطى بها، لكن السلوكيات التي تظهر، التصرفات التي تحدث تنم عن شيء تحت الرماد، وربما هذا لن يعصب المجلس الانتقالي لوحده، وربما يؤثر على عدن، على ما تبقى من النسيج الاجتماعي داخل هذه المدينة الذي تدفع أثمان باهظة نتيجة الأخطاء، نتيجة ادعاء التمثيل، نتيجة استقرار الماضي. للأسف الشديد أننا لا نريد أن نستفيد من الماضي. لدينا في الجنوب ماضي متخم بالصراعات، علينا أن نقف عنده، نستفيد منها، نستخلص من العظات والعبر. ما يحصل اليوم هو للأسف الشديد أنه محاولة استقرار، محاولة تكرار ما يحدث في الماضي، وهذا بحد ذاته يخلق حالة من عدم الاستقرار في نهاية المطاف. إذن يعني حين نتحدث نحن عن عدن يتهمون بأن أنتم من خربتم عدن وأنتم الشماليين الذي احتلتم عدن وإلى آخره، لكن حين يتحدث أبناء الجنوب فهناك تهمة أيضا جاهزة بأنكم مرتزقة وبأن لا يهمكم مصير الجنوب.
كيف يمكن يعني أن نصل إلى لغة خطاب نستطيع أن نتفاهم فيها بمصلحة الوطن أولاً، مصلحة عدن يعني التي تتحول إلى قرية كما وضحت؟ عندما انطلق الحراك الجنوبي في 2007 كان من أهم أهدافه وأنبلها والرؤية التي يحملها أن القضية الجنوبية تعني كل أبناء الجنوب حتى أولئك الموجودين في السلطة، وأيضا أن القضية الجنوبية لا تستهدف أبناء الشمال بالمطلق، وإنما هي في مواجهة نظام استبدادي هو الذي أدى إلى الانقلاب على مشروع دولة الوحدة بحرب صيف 94. كانت هي المضامين الأساسية التي انطلق من خلالها الحراك الجنوبي. اليوم في حالة من الإرهاب الفكري داخل الجنوب، وتحديدا داخل المناطق التي يسيطر عليها المجلس الانتقالي، تصور كل مخالف لهذا المشروع بأنه عميل ومرتزق وخائن. كثير من القيادات النبيلة للحراك الجنوبي التي تصدت لأجهزة القمع التابعة للنظام المخلوع في فترات الحراك الجنوبي الأولى، اليوم كلهم يخونوا، كلهم خارج المشهد لمجرد أنهم يرفضوا حالة الوصاية على الجنوب، أي أيضا أن تتحول الجنوب، ورقة الجنوب، إلى مجرد ورقة محشورة تحت عمامة محمد بن زايد. هذا شيء لن يقبله أبناء الجنوب، وهم يناضلوا من أجله ويرفضوا هذا المنطق الذي يراد تكريسه اليوم. لكن أيضا دعيني أقول أن هناك داخل المجلس الانتقالي بدأت أصوات تتشكل بما كنا نطالب به منذ اللحظات الأولى، بدأوا يطالبوا به اليوم ولو على استحياء، إن لابد من حوار جنوبي، لابد من القبول بالآخر، لابد من تكريس ثقافة التصالح والتسامح. بوجود هذه الأصوات؟ لا، بالتأكيد ربما هي مؤمنة بما تقول، أو ربما في إطار تبادل أدوار، لكن هي ظاهرة الآن، هي بدأت تتشكل داخل المجلس الانتقالي. أقول لك حالة الصراع اللي موجود داخل الانتقالي الآن ستفرز لنا أعتقد عدد كبير من الأصوات المعارضة داخل المجلس الانتقالي الجنوبي. أولئك يحمل كثير من الذين ليس لهم أي ارتباط بالمال الإماراتي، ليس لهم أي ارتباط بالمصالح التي تشكلت، فبالتالي هؤلاء سيعبروا عن قناعاتهم، وسيتشكل من داخل المجلس الانتقالي في تقديري الشخصي حالة رفض لما هو موجود اليوم. كيف يتم القبول أن تتحول جزء من البلاد أو جزء من الوطن سلعة، مجرد سلعة، يتم يعني المزايدة بالمال لأجلها، سواء المال السعودي أو الإماراتي، الولاءات المختلفة؟ يعني يعقل أن لا يفهم أنهم غير مدركين للعبة أو ما الذي يحدث؟ المال السياسي مفسدة. إذا كنا نتهم مسؤولين بالسلطة بأنهم أثروا على حساب المال العام، هذا ربما شيء نلاحظه في مختلف بلدان العالم وتشتكي من الفساد المالي والإداري، لكن إن تثري على حساب القضية التي تناضل من أجلها، مناضل لا يملك شيء ثم فجأة يصبح يملك كل هذه الأموال الطائلة، فبالتالي هذا يؤدي إلى حالة من الإقراءات للآخرين إنهم يحذو حذوة، خصوصا في الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلد، فبالتالي تناسلت كثير من الشخصيات أو هرولت نحو المال الإماراتي وسلمت نفسها. لكن أيضا بالتالي من يدفع لك المال اليوم سيوصل معك إلى مرحلة معينة ويتخلى عنك، لأنه له أهداف معينة لابد أن تحقيقها. لن يصير معك بك يعني. بالتأكيد لن يصير معك باتجاه أهدافك، إنما سيستخدمك من أجل تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها. إذا اسمح لنا أستاذ شفيع أن ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور علي العبسي، البحث في العلاقات الدولية من برلين. مساء الخير دكتور علي. أمس النور. لو نظرنا إلى الخطوات التي يقوم بها المجلس الانتقالي اليوم أستاذ الدكتور، هل يمكن أن نفهم بأن اتفاق الرياض انهار وانتهى؟ أصلا دخول المجلس الانتقالي وموافقته على اتفاقة الرياض كانت ربما حركة تكتيكية أكثر منها استراتيجية، وأراد أن يأخذ الميزات التي يمنحها له الاتفاق، ولا أن يلتزم بالالتزامات التي فرضت عليه فيها. هو أخذ الميزات الاتفاقية، حصل على اعتراف من الحكومة الشرعية، وبالتالي اعترافا دوليا، وبدأت السفارات والسفراء الأجانب يلتقون بقيادات المجلس الانتقالي، وأيضا حصل على مناصب وزارية ودخل ضمن الحكومة، وتمت شرعنته كمكون سياسي موجود في الساحة اليمنية، له وزنه ودلالات أنه أصبح موجودا في الحكومة الشرعية اليمنية. إلى هنا هذا ما كان يريده وما كان يبحث عنه المجلس الانتقالي ومن يحرك المجلس الانتقالي. الآن عندما بدأت المسألة في قضية تنفيذ المجلس الانتقالي لالتزاماته بإعادة الانتشار وخروج مدينة عدن وضم القوى ميليشيات إلى قوى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية اليمنية،
هنا بدأ يعني لم يكن لديه من خيار غير الانقضاض على الاتفاقية ورفض الاتفاقية. الحكومة اليمنية، الحكومة الشرعية اليمنية قدمت كل التزاماتها، وافقت على كل الأشياء، قدمت تنازلات لن يكن لها أن تقدمها، سمحت بأن يتم تنفيذ الشق السياسي قبل أن يتم تنفيذ الشق الأمني والعسكري، قبلت بمشاركة المجلس الانتقالي في الحكومة بوزراء معينين، قبلت بأن يتولى محافظة عدن، أيضا حتى المرشح لمدير أمن عدن تم رفضه، ثم تم التوافق على مرشح وسطي بين الحكومة ومجلس انتقالي. نعم. الآن الحكومة اليمنية لم تعد لديها من خيار، لم يعد لديها مجال لتقديم تنازلات، تتنازل كل شيء، لم يعد لديها أي شيء تتنازل عنه. الآن الكرة في ملعب المجلس الانتقالي، المجلس الانتقالي لا يريد تنفيذ الالتزامات لأنها معنى ذلك أن يفقد، ربما لأن الكرة في ملعبه دكتور علي، هو يعني يتلاعب بها كيفما يشاء، يعني طالما والموضوع مخول له ومتروك له فهو لن يقوم بتنفيذ أي شيء كما تفضلت، هو فقط استفاد سياسيا وسينتهي عند هذه النقطة. هو ربما يعتقد ذلك يعني، لكن لا يمكن أن يستمر الوضع على ما هو عليه، لا يمكن. أولا لأن الوضع على الأرض مأساوي للغاية، يعني سكان مدينة عدن وسكان المحافظات التي يسيطر عليها مجلس الانتقال يعيشون في حالة معيشية مأساوية، لا توجد لا خدمات، لا خدمات دولة، لا خدمات شرطية، لا خدمات حتى من الكهرباء والماء، لا يوجد حياة حقيقية، لا يوجد دولة في المناطق التي يسيطر عليها مجلس الانتقالي، وهناك نقمة شعبية تتزايد عليه، يعني فقد مشروعيته الثورية، فقد مشروعيته القانونية، والآن فقد حتى حاضنته الشعبية إلى حد كبير التي كانت متواجدة في العديد من المحافظات، أعتقد الآن هي انفضت من حوله. لا يستطيع أن يستمر أيضا لأن الحكومة الشرعية اليمنية موجودة أيضا، وهي موجودة كقوة مسلحة، هناك لا ننسى أن هناك كانت هناك صدامات عسكرية موجودة في محافظة أبيان، وتم ولم يكن مجلس الانتقالي في وضع عسكري أفضل، يعني كان يتقهقر، وهو أيضا يعني شاهدنا كيف تدخلت الإمارات وأنقذت قوات الميليشيا الانتقالي قبل عام عندما كادت تخسر وتخسر مدينة عدن، وبالتالي هو ليس في وضع يسمح له بالاستمرار بهذه اللعبة إلى أمد طويل، ويراهن ربما على الدعم الإماراتي، وربما الإمارات هي من توظفه الآن ومن تدفعه إلى هذا السلوك، لكنها لا يمكن تستمر إلى أبد الآبدين. لا حكومة شرعية اليمنية تستطيع القبول ذلك، ولا أيضا راعي الاتفاق المملكة العربية السعودية، وشاهدناها في سابقة للمملكة العربية السعودية أن تدين طرفا معينا وتحدد المعرقل المعين وتتهم المجلس الانتقالي بخرق الاتفاقية وبسلوك سلوكيات لا تتفق مع جوهر اتفاقية الرياض، هناك تحول أيضا في الموقف السعودي، وأعتقد أن هذا ليس لا يمكن للمجلس الانتقالي الاستمرار بهذه السياسة، لأنه هنا سوف يصل إلى مواجهة مع المملكة العربية السعودية، وبالتالي مواجهة مع الحكومة الشرعية اليمنية، وهو ليس في أفضل حالاته. نعم، برأيك يعني هل لدى السعودية أدوات ضغط حقيقية على المجلس الانتقالي لتنفيذ اتفاق الرياض؟ بالتأكيد المملكة العربية السعودية لديها أدوات ضغط، يعني دعينا من مسألة الدعم المالي، دعينا من مسألة العلاقات الشخصية مع عدد من أبرز الوجوه في المجلس الانتقالي الذين يعني يعلنون ولائهم للمملكة العربية السعودية بشكل واضح، يعني ويعتبرون الملك سلمان ولي أمر ومن هذا الحديث يعني. لكن هذه أهم ورقة ضغط لدى المملكة العربية السعودية هي الحكومة الشرعية اليمنية نفسها، أن تسمح للحكومة الشرعية اليمنية باستكمال تحرير هذه المناطق، أن تسمح للحكومة الشرعية اليمنية والجيش الوطني بانتزاع محافظة عدن ومدينة عدن ومناطق الشرع المجلس الانتقالي بالقوة المسلحة، وهي قادرة على ذلك بدون الدعم السعودي، فتخيلي لو كان هناك دعم سعودي أيضا، وبالتالي يعني يستطيع الضغط على المجلس الانتقالي بكل الوسائل، سياسيا، ماليا، سياسي ايضا، دبلوماسيا، وكذلك ايضا بالضغط العسكري. لذلك المجلس الانتقالي لا اعتقد انه يعني من الغباء او ربما من التهور ان يستمر في 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 مواجهه او في موقف ضامن من السياسه السعوديه ومن الحكومه السعوديه الى ابد الابدين. هو يريد ان يبتز، هو يريد ان يحصل على امتيازات معينه، يريد ان يؤجل، هو يريد ان يخرج باتفاقيات جديده، هو يريد ان يغير واقعا جديدا، يعمل بان تقتنع السعوديه او أن تفرض على الحكومة الشرعية من القبول بما يريده مجلس الانتقالي، لكن في النهاية السعودية أظهرت له أنه لم يعد بإمكانها تقديم تنازلات له، وأنه وصلنا إلى حالة مزدورية، أما أن تنفذ الالتزامات التي التزمت بها أو أن هناك لغة أخرى سيتم مواجهتك بها.
نعم، إذا نبقى معنا دكتور علي، سأعود إليك. أستاذ شفيع، برأيك ما هي خيارات الحكومة المتاحة الآن في ظل كل هذه التصعيدات ويعني الموقف ربما غير الحاسم من قبل السعودية؟ بيان الحكومة جاء مؤيدا لما ورد في بيان السعودية. حقيقة لا نجد الحكومة إلا أن تقوم برد الفعل دائما، لا تقوم بفعل أبدا، لماذا؟ وهذه واحدة من الإشكاليات التي أدت إلى ضعف حضور الدولة في المناطق التي قيل عنها محررة، التي حررناها من ميليشيات الحوثيين، وللأسف الشديد دخلت مع في حالة ملشنة أخرى. الحكومة اليمنية ما زال لديها كثير من الأوراق في المقدمة، منها يعني نحن قدمنا كثير من التنازلات فيما يتعلق باتفاق الرياض. قدم المجلس الانتقالي أصبح جزء من الحكومة ويتعامل بأنه ما زال خارج هذه الحكومة. نعم. يعني الحكومة تصدر بيان، يلاقي أعضاء الانتقالي في الحكومة يصدروا بيان مماثل دون أن يحدث أي موقف من الحكومة ضد هؤلاء الوزراء. إذا كان وزير آخر عمل مثل هذا الموقف ربما يتعرض لحالة من الإخراج من الحكومة كما حصل في مواقف مماثلة سابقة. الحكومة اليمنية ما زال بيدها الكثير من الأوراق، وفي المقدمة منها بالتوازي مع استمرار الحوارات نتيجة ضغط من الراعي المملكة العربية السعودية على ضرورة استئناف مشاورات الرياض، الحكومة اليمنية بيدها أولا أنها تعيد ترتيب صفوفها فيما يتعلق بمعركة استعادة أبيان. لابد متى ما أردنا أن نسيطر على ما تبقى من المشهد علينا أن نعيد ترتيب قيادة المعركة في أبيان، إعطاء الضوء الأخضر للجيش بالتقدم باستعادة مناطق زنجبار وجعار، وتعيين محافظ لمحافظة أبيان بمعايير سلطان العرادة ومحمد صالح بن عديو، ومنح كثير من الصلاحيات، نستطيع وقتها أن نرى عدن تسقط من داخلها، تتحرر من هذه الميليشيات. إذن اليوم علينا أن نعيد ضبط البوصلة باتجاه استعادة مشروع الدولة. مشروع الدولة لن يأتي في ظل التماهي مع الميليشيات. لدينا اليوم جبهات تتحرك في مناطق أخرى محتاجة إلى كثير من الاهتمام، كثير من الرعاية، في ظل عدم وجود الحكومة مستقرة داخل منطقة معينة. يعني ألا تجد أن هناك تناغم بين ما يحدث يعني ما بين الحوثي وميليشيا الانتقالي، يعني وكأن هناك يعني شفرة معينة لإلهاء الحكومة ول يعني ضرب أوراقها بعضها ببعض؟ ربما هذه ما نلاحظه نتيجة بعض التخادم الموجود، نتيجة للتمويل أو للطرف الممول للجهتين، ربما يكون واحد في جزئيات معينة. لذا نلاحظ متى ما تحركت الجبهة في مناطق معينة حصل لنا إشكال. صحيح. في المناطق التي سيطر عليها المجلس الانتقالي. فبالتالي اليوم لابد من إعادة ضبط البوصلة كما أسلفت باتجاه استكمال معركتنا. معركتنا ليست بضرورة، يعني معركتنا هدفها الأسمى هو استعادة الدولة ودحر الإنقلاب، لكن بالمقابل هناك هدف أساسي لا يقل عن هذا الهدف، يتمثل في حضور الدولة في المناطق المحررة بتوفير الخدمات اللازمة، باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض. والجزئية الأساسية في تنفيذ اتفاق الرياض هي تنفيذ الشق العسكري، ليس من المنطقي وليس من مضامين الدولة أن تعود الحكومة وتعمل في منطقة تسيطر عليها ميليشيات. متى ما أرادت هذه الميليشيات تمنع الوزير سين من الذهاب إلى الوزارة، أو بالتأكيد تحاول أنها تقتحم مقر الحكومة. فبالتالي الجزئية الأساسية اليوم هي استكمال ما تبقى من اتفاق الرياض بإلزام هذه الميليشيات عن طريق الشرعية، لابد من تتحرك وتستخدم هذه الورقة، استكمال تنفيذ الشق العسكري والأمني، دمج هذه الميليشيات في إطار الدولة، وفي حالة الرفض على الراعي أن يرفع يده ويترك الحكومة الشرعية أنها تستكمل المهمة وتتصرف وفق صلاحياتها الدستورية والقانونية. نعم، إذن عودة إليك دكتور علي. دكتور، يعني برأيك أنت ما هي الخيارات المتاحة للحكومة؟ هل يعني البيان الذي أصدرته كافٍ؟ التحركات البسيطة لوزير الخارجية بن مبارك هل ربما تنتج موقفاً حقيقياً على المدى القريب؟ أنا أعتقد الحكومة اليمنية استنفذت كل خياراتها الممكنة، كل خياراتها السياسية. لم يعد بإمكاننا الحديث أمام منطق القوة الذي تتبعه ميليشيات المجلس الانتقالي إلا أن نواجهها بنفس المنطق، وهو منطق القوة والغلبة. المجلس الانتقالي لا ينطلق من أي منطق سياسي، يعني هو يمارس نوع من المراوغات، المماطلات، الادعاءات التي ليس لها أي معنى وليس لها أي مكان، وهو يرتكن إلى قدرة إلى سيطرته العسكرية والأمنية على مدينة عدن وعلى محافظة صلاح الدين الضالع وبعض أجزاء من محافظة أبين، ويستقوي بهذه القوة العسكرية في مواجهة الحكومة اليمنية. لم يكن
لماذا هناك مجال العمل السياسي او اي نوع من المفاوضات مع المجلس الانتقالي؟ المجلس الانتقالي خضع لاختبار، دخل في اتفاقيه، المفروض انه طرف سياسي يتعامل بالتزام، يعني يتعامل بادوات السياسه مع هذه الاتفاقيه، لكنه راينا انه كيف يتصرف بطريقه صبيانيه وبطريقه لا يمكن فهمها، يعني حتى كميليشيات عسكريه لا يمكنها ان تمارس، ان يعني تضرب الحكومه وتضيق عليها وتقتحم قصر معاشيك وتقتحم مقر هذه الحكومه ثم تطردها ثم تطالبها بالعوده وتتهم انها هي السبب في تردي الخدمات التي انت لم تسمح لها بالقيام بواجباتها في هذا المجال، وبالتالي لم يكن هناك منطق للحديث سياسيا مع المجلس الانتقالي. المنطق الوحيد الذي يفهمه المجلس الانتقالي ومن يحرك المجلس الانتقالي هو منطق القوى الوحيده، منطق القوى. اذا تعرض المجلس الانتقالي الى خسائر تهز ثقته في نفسه، الى خسائر تدفعه للقناعه بانه سوف يخسر كل ما كسبه هذا العمل، ربما يعود بعد ذلك الى المسار السياسي. لكن قبل ذلك لا اعتقد، لا يوجد اي مسار سياسي. الحل العسكري هو اعتقد للاسف الشديد هو الخيار الوحيد الذي ما زال امام الحكومه اليمنيه. نعم، برايك هل يمكن القول ان السعوديه فشلت في التعامل مع الملف اليمني؟ السعوديه تعاملت ربما مع الملف اليمني من واقع اعتقد ان توقعت ان اطراف سوف تعمل قيمه لها اكثر ما عملته فعلا، يعني او ان لها نفوذا ما على اطراف معينه ربما يخولها ان تجبر هذا الطرف او ذاك الطرف على 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 القيام بما تريده. هو نجحت ربما في مساله الحكومه الشرعيه اليمنيه، ولكن في المجلس الانتقالي ربما هم ربما تناسوا انه يعني أداة في يد دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي من أنشأته وهي من تموله ومن تدعم رموزه، وبالتالي ربما خاب أملهم. يعني هم أعتقدوا أنهم يستطيعون التأثير على المجلس الانتقالي، يستطيعون الضغط عليه سواء بعلاقاتهم الشخصية مع رموزه أو بالأموال، لكنهم تناسوا كما قلت مسألة الإمارات هي منطقة وراء المجلس الانتقالي، لذلك ربما هم يحسون أنهم ربما خذلوا من المجلس الانتقالي الذي ظنوه حليفا. المجلس الانتقالي ظل يدعي بانه حليف المملكه العربيه السعوديه وحليف وشريك مع التحالف العربي، وكان يرفع دائما العلامه السعوديه الى جانب العلامه الدوله السابقه في الجنوب وايضا علم الامارات، وكان دائما ما يتحدثون عن حمايه السعوديه وتقديرهم للمملكه العربيه السعوديه. الان وضحت الصوره بالنسبه للمملكه العربيه السعوديه انه المجلس الانتقالي هو اداء اماراتيه بحته، لا يوجد ايضا اي تساؤل او شك في ذلك. هم خذلوا الان، يشعرون بالخذلان، والان ننتظر منهم تصرفا مختلفا. هل سيسعون الى تقليم اظافر المجلس الانتقالي عسكريا وسبع الحكومه الشرعيه اليمنيه بمواجهته عسكريا ودحره من المناطق التي تسيطر عليه؟ هذه مساله فيها شان كثير، فيها تساؤلات كثيره. المملكه العربيه السعوديه لديها خطط مختلفه لليمن عن ما خطط الحكومه الشرعيه اليمنيه وعن خطط حتى المجلس الانتقالي وعن خطط الامارات العربيه المتحده. المملكه العربيه السعوديه لديها سياسه معينه في اليمن. انا ذكرت اكثر من مره ان السعوديه تريد ان تصبح اليمن منطقه نفوذ خالصه لها، كما هو العراق بالنسبه لايران، او كما هو لبنان وسوريا ايضا بالنسبه لايران. هي تحلم بذلك وتسعى لذلك، وأداتها الرئيسية في ذلك هي خلق نوع من التوازن بين قوى مختلفة ومتنازعة في الساحة اليمنية. هي تحتاج المجلس الانتقالي لتنفيذ هذه السياسة، وأيضا هي لا تسمح للحكومة الشرعية اليمنية بأن تقوى إلى الحد الذي تستطيع فيها السيطرة على كل المناطق المحررة، وهي أيضا تحارب الحوثيين ليس للقضاء عليهم ولكن لتقليم أظافرهم، وبالتالي هي تريد إدارة توازنات قوى مختلفة في اليمن حتى تبقى مسيطرة، أو حتى تبقى الكلمة الأخيرة لها في اليمن. المجلس الانتقالي بالسياسة الأخيرة يبدو أنه يعني يهز هذه السياسة السعودية، وربما يبدي تمردا على السعودية وعلى النفوذ السعودي. السعودية أعتقد أنها ستواجه هذا التمرد بطريقة أو بأخرى، هي تحاول عن سياسيين ربما من خطوط خلفية، ربما حديث مع قيادات معينة، لكن في الأخير إذا لم يلتزم المجلس الانتقالي بالسياسات السعودية وبوعوده التي قرعها للسعودية، فإننا سنشهد سياسة سعودية مختلفة في الجنوب وفي اليمن بشكل عام.
نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور علي العبسي الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من برلين. عودة إليك أستاذ شفيع، وبالعودة إلى الداخل المجلس الانتقالي، بالنظر إلى تصريحات هاني بن بوريك والذي تحدث فيها عن أن هناك قيادات غير مؤمنة بما يؤمن به عيدروس الزبيدي والمجلس الانتقالي، وأيضا عن إمكانية تبديل القادة، كيف يمكن فهم مثل هذه التصريحات؟ هي تأتي في إطار الصراع الذي يعيش المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تشكلت داخله مراكز قوى متصارعة فيما بينها البين، والصراع طبعا منطلقه ليس المبادئ التي يعلنها المجلس الانتقالي أو رأي القضية الجنوبية، بقدر ما هو صراع على المال، على المال السياسي الموجود لديهم، والذي بدأ يأخذ حالة من الصراع المناطقي، الصراع المناطقي داخل تشكيلات هذا المجلس الانتقالي ما بين الأحزمة والألوية الأخرى التي تتبع عيدروس الزبيدي أو تلك القوات التي تتبع هاني بن بوريك. فبالتالي أيضا تركيبة المجلس الانتقالي لما ننظر لها كشخوص هي عبارة عن طيف سياسي متناقض فيما بينه البين، تمثل المؤتمر الشعبي العام على مجموعة علي عبد الله صالح، على بعض رموز الحراك الجنوبي، على مجموعة من الحزب الاشتراكي اليمني، على شخصيات لا علاقة لها لا بهذا ولا بهذا. فبالتالي حالة صراع وجمعهم الممول باتجاه ظهارهم كرافعة سياسية للقضية الجنوبية، بينما هم لا علاقة لهم بالمشهد السياسي في القضية الجنوبية تحديدا، والصراعات ستفضي في النهاية إلى انفجار كبير داخل المجلس الانتقالي. نعم، إذن لو تحدثنا عن ما يتعلق بالمؤسسات الإعلامية وما حدث لوكالة سبأ وتحويل اسمها إلى وكالة عدن، برأيك لماذا يصر الانتقالي على أنه يكون هناك صوت واحد فقط داخل محافظة عدن ورفض أي أصوات أخرى قد تكون معارضة، رغم أن وكالة سبأ هي وكالة حكومية وهو يفرض جزء من هذه الحكومة؟ السيطرة على المؤسسات الحكومية داخل عدن ليست وليدة اللحظة فيما يتعلق بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وإنما هي تعود إلى نشأة المجلس الانتقالي. منذ لحظة إخراج عيدروس الزبيدي من منصب محافظ عدن ظل قابعا في سكن المحافظ ولم يتنازل عنه حتى اللحظة. كثير من مؤسسات الدولة داخل عدن أعطيت لبعض الأشخاص لاستثمارها كمنتجعات تابعة لوزارة السياحة وغير ذلك. إذن عندهم نزوع نحو السيطرة، نحو تملك كثير من المصالح العامة للدولة، على اعتبار أنها حالة مشاع وحالة. بالتالي ما حدث لوكالة مقر وكالة أو مبنى وكالة الأنباء اليمنية سبا، أنا أخشى ما أخشى أن يذهب هذا المبنى للتملك الشخصي تحت يافطة وكالة أنباء عدن المزعومة. بالتالي أنت الآن ما زلت تتحرك خارج سياق، أنت ما زلت في إطار الجمهورية اليمنية، فالسيطرة على مثل هذه المؤسسات وإدعاء تسييرها خدمة للجنوب لا يطلب منك بالضرورة أنك تفرقها من كادرها الحقيقي وتأتي بآخرين لا علاقة لهم بالإعلام. وكثير من الأسماء يعرفها كثير من الأشخاص الذين يتابعوني والذين لهم علاقة بالوسط الصحفي، يعرفون كثير من الأشخاص لا علاقة لهم بالإعلام، وإنما جاءوا على ظهر، دعيني أقول على ظهر مدرعة المجلس الانتقالي. فما يحدث في عدن من قبل المجلس الانتقالي هو محاولة إفراغ هذه المؤسسات من الكادر المؤهل، إضافة إلى فيما يتعلق بالحالة السيطرة والاستحواذ وتحويلها إلى ملكيات شخصية. نعم، إذن في كل ظل كل هذا الجذب والشد بين المجلس الانتقالي والحكومة يطحن المواطن حقيقة، كل الخدمات شبه متوقفة في ظل الحر الشديد الذي تعاني منها عدن وصيفها، لا توجد كهرباء، لا توجد مياه، لا توجد أدنى يعني أو أبسط مقومات للخدمات أو للحياة الطبيعية، لا أحد يفكر بهذا المواطن، فإلى من يمكن أن يلجأ؟ ما تتعرض له عدن تحديدا تتحمله بدرجة رئيسية المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. لم يسمحوا للحكومة أنها تستقر، لم يسمحوا للرئيس أن يعود لممارسة مهامه من داخل عدن، ثم خلقوا لنا هذه الميليشيات التي أعاقت عملية استقرار الحكومة، وبالتالي لا يمكن أن تحدث أي تنمية في ظل عدم استقرار الحكومة، ولن يلمس المواطن أي استقرار على المستوى المعيشي ومستوى الخدمات. إذا كانت الإمارات العربية المتحدة تدعمك باتجاه استعادة الجنوب، فلتقدم لك كهرباء لمدينة عدن، هذه المنطقة التي تسيطر عليها أنت، فلتدعمك فيما يتعلق بتوفير المياه والصرف الصحي داخل المدينة كأبسط الأشياء التي يفترض أن يلمسها المواطن الذي توهمه بأنك تناضل من أجل استعادة دولته.
هذه كلها مجرد أوهام لا علاقة لها بالواقع. المواطن اليوم في عدن يعيش في أسوأ حالاته، بل إنه يعيش في أسوأ من أسوأ حاله، من أسوأ مراحل علي عبد الله صالح. المواطن اليوم عملية البناء العشوائي داخل عدن، تشويه معالم المدينة، إفراغ المدينة من كادرها، غياب الخدمات الأساسية والضرورية للناس. كل سكان عدن، عدن الأصليين، أبناء عدن، ليس أولئك الذين جاءوا حاليا أقصد، أبناء عدن هم معتمدين اعتماد كلي على الدولة، معتمدين على مرتباتهم، على الراتب. إذن اليوم في ظل عدم وفاء، يعني عدم الالتزام بما يتعلق بسداد المرتبات وإلى آخره، إضافة إلى أن القيمة الشرائية اليوم للراتب ليست كافية، لا تؤدي إلى تحقيق الحد الأدنى من متطلباتك اليومية، يعني يصل إلى أقل من 50 دولار ربما. بالتأكيد. إذن عليك أنت أن تتحمل مسؤولياتك. أنت منعت الحكومة من أنها تتواجد في عدن لأكثر من مرة، منذ حكومة أحمد عبيد بن دغر ثم الحكومة الحالية، مرتين تم إخراج الحكومة من عدن. ما الذي تريده بالضبط؟ أنت تتحدث عن الجنوب، إذا نوفر الخدمات للجنوب أو ساعد الحكومة أنها تستقر داخل عدن ثم اخلق حالة من الرقابة الشعبية إذا أنت جاد فيما يتعلق بالانتصار لقضايا الناس. لكن أنك تعطل اليوم بينما الميناء عدن معطل، مطار عدن معطل، كل المصالح داخل عدن معطلة، لا يتتحملها الحكومة اليمنية وحدها العطال هذا اللي حاصل، بالقدر ما يتتحملها هذه الميليشيات سلطة الأمر الواقع اليوم. حتى محافظ عدن في تصريحات سابقة اشتكى من هذه وطالب بضرورة دمج هذه الأجهزة الأمنية والعسكرية في إطار مؤسسة واحدة. نعم. بالتأكيد متى ما وجدت لديك قيادة عسكرية وأمنية واحدة تستطيع أن تعرف مكمن الخلل. تسيطر. نعم. لكن اليوم ميليشيات تتناسل في مدينة عدن، بل إنها تحولت إلى مناطق، كل منطقة يسيطر عليها سين من قيادات المجلس الانتقالي. لو تحدثنا عن شبوة أستاذ شفيع، برأيك لماذا تحتل شبوة يعني نصيب الأسد في تحريض الانتقالي؟ شبوة دعيني أقول إنها المحافظة الوحيدة في جغرافيا الجمهورية اليمنية بكامل وحدتها الإدارية تتبع السلطة الشرعية، هي المحافظة الوحيدة. فبالتالي التحريض الحاصل على محافظة شبوة من قبل أدوات المجلس الانتقالي وأدوات الإمارات هو السبب الرئيسي إن محافظة شبوة استطاعت أن تكسر مشروع الفوضى. كان يراد لشبوة أن تصير نموذج مثل عدن آخر. لكنها بالتأكيد انتصرت شبوة من خلال حالة الوعي الذي كان مسيطر أو الذي كان حاضر لدى قياداتها العسكرية والسلطة المحلية والأمنية. فبالتالي استطاعت أنها تفرض مشروع الدولة، مشروع الدولة الذي ربما اليوم في عملية تحريض غير عادية. يعني مثلا اليوم نلاحظ حادثة بسيطة في محافظة شبوة حصلت، طبعا نحن لا ندافع عن أي انتهاكات حصلت، نحن ندين أي انتهاكات حيث ما حصلت، لكن حادثة بسيطة في محافظة شبوة ربما تحدث، نجدهم يعملوا منها هالة إعلامية كبيرة ويعملوا منها كأنه نمط سائد داخل محافظة شبوة، بينما قضايا داخل محافظة عدن يتم تجاهلها. إذن العملية عبارة عن عملية موجهة باتجاه استهداف محافظة شبوة، لأن محافظة شبوة اليوم تمشي على خطى في حالة الاستقرار والتنمية رغم شحة الإمكانيات. أيضا حراك تنموي داخل شبوة وحالة من الاستقرار الأمني. أيضا شبوة موجودة في مختلف الجبهات اليوم، شبوة موجودة في جبهة أبيان، شبوة موجودة في جبهة البيضة، شبوة موجودة في جبهة مارب. إذا شبوة هي مثلت نموذج يحتذى به، وبالتالي يعني ألا يفترض أن يكون هذا النموذج قدوة أو مثال كما قلت يحتذى به ليتم تطبيقه في بقية المحافظات، أم نناصب العدا لأنه نموذج استطاع أن ينجح وأن يقف على قدميه بإمكانيات بسيطة؟ يعني ما الذي يراد لشبوة وتطلق هذا المساء حملة أمن شبوة مسؤوليتنا لأجل يعني ردم هذه الإشكاليات التي تحدث؟ الممول عاوز كذا بالتأكيد، هم ينفذوا أهداف الممول، هم ينفذوا أهداف الإمارات العربية المتحدة. الإمارات هدفها الأساسي إحداث حالة من الفوضى داخل المناطق، ما زالت تتواجد اليوم داخل ميناء بلحاف عدد من أفرادها وتسيطر وتعطل ميناء تصدير الغاز المسال. كان يفترض بمثل هؤلاء أن يتحدثوا عن ضرورة إعادة تشغيل ميناء الغاز لما يمثله من فرص للعمل، لما يمثله من عائدات الميزانية العامة للدولة، التي متى ما توفرت هذه المبالغ ستنعكس بشكل إيجابي على حياة المواطن. لكن هؤلاء لا يهمهم حياة المواطن، لا يهمهم حالة الاستقرار بقدر ما يهمهم حاضر يا سيدي. طيب أخيرا أستاذ شفيع، برأيك لماذا لم تقدم السعودية حتى الآن أي صورة تليق بموقعها وبموقفها وبخطاباتها من القضية اليمنية؟
المملكة العربية السعودية ربما لديها نظرتها الخاصة فيما يتعاطى مع فيما يتعلق بالشأن اليمني، لكن الإشكالية الكبرى تقع على عاتقنا نحن كيمنيين داخل منظومة السلطة الشرعية، داخل منظومة الأحزاب والتنظيمات السياسية، داخل منظومة المجتمع بشكل عام. علينا أن نستشعر الخطر ونستشعر قيمة أنه لا يمكن أن يهتم بنا أحد ما لم نهتم بأنفسنا. إذا لم نصلح بيتنا من الداخل ونحاول أن نرمم، بالتالي سيتسلل كل طرف خارجي باتجاه تحقيق أهدافه. لا يوجد طرف معين سيخدمنا من أجل سواد عيوننا. هناك بالتأكيد أهداف ومصالح وإلى آخره، لكن نحن نؤمن بأن هذه المصالح لابد أن تمر عبر البوابة الشرعية، عبر النافذة الشرعية، عبر نظام الدستور والقانون، لا تمر عبر ميليشيات ملشنة الدولة. إذا المملكة العربية السعودية عليها أن تستشعر الخطر، إذا سقطت الدولة في اليمن لن تكون بمأمن من هذه الميليشيات التي اليوم في ظل وجود الدولة اليمنية ومقاومة هذه الميليشيات ما زالت صواريخها تصل إلى أراضي المملكة العربية السعودية. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أستاذ شفيع العبدوكي وزارة الشباب والرياضة، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني. الشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، لنلتقيكم في مساء يمني جديد. كنوا برعاية الله.